عزيزي المشاهد، مساء الخير واهلا ومرحبا بك معنا وبرنامجنا الاسبوعي ليله سهره. اعزائي اهلا فيكم ويانا في هذا اللقاء المتجدد اللي نتمنى ان يحوز على رضاك ان شاء الله. اليوم نستضيف فنانين، والفنانين شهرتهم ليست داخل الكويت فقط، وانما نقدر نقول ان هذه الشهره وصلت الى العالم العربي ومنطقه الخليج العربي خصوصا. اليوم معانا من ابرز مخرجي المنوعات وايضا من ابرز كتاب دراما الكويتيه، رحبوا معانا بضيفينا اليوم المخرج غافل فاضل والكاتب مبارك الحشاش. نقول لكم اهلا وسهلا، ونتمنى طبعا من خلال دردشتنا وايضا من خلال دردشه ضيوفنا ان شاء الله تحملون اسئلتنا وتجاوبون علينا برحابه صدر ان شاء الله. حاضرين. بس مبارك الحشاش مبين عليه متوتر. لا مو متوتر، انا حبيت اني ابتدي يعني قعدتنا بقعده طيبه، انتم طبعا كلكم طيبين وانت طيبين، فجايب لكم هديه عود دهن او قصدي بخور. عاد كل ابوها هذه؟ لا تاخذين انت منها وتحطين اللي تقدرين عليه. مشكور على العموم مشكور على الطيب. الحقيقه ابو محمد في الاونه الاخيره مبارك الحشاش يقولون منطوي على نفسه بعيد عن الساحه الفنيه، يعني ما له اعمال متميزه مثل ما كانت اعماله السابقه، ونضرب مثل في مسلسل رقيه وسبيجه. هو انا منطوي على نفسي صح، كل كاتب يعني بالكويت ولا في اي بلد كان له خلوه في فتره الكتابه، لكن اعمال متميزه انا ما اقدر، انا وانا اكتب انا في نظري كل شيء اكتبه اعتبره متميز، هذا شيء من وجهه نظري انا الخاصه، يبقى الحكم من الجمهور، قد يكون في عمل ثاني افضل يطغي على عملي، فبالتالي عملي ما يعتبر يعني مهضوم حقه، ولكن في عمل افضل منه، بس انا بذلت جهدي اللي اقدر عليه وغيري بذل جهده، وبالتالي يعني تقول انت ما اخذ حقه، ولكن في بعض الاعمال كثيره اخذت حقها. يعني غافل فاضل، طبعا احنا نعرفك انك انت مخرج منوعات، وما كان طبعا قصور في اخراج منوعات وانما كنت متميز، ولكن في الاونه الاخيره اتجه غافل فاضل الى الدراما. وفي الحقيقه يمكن انت عارفه انا اشتغلت فتره طويله في المنوعات، وكان الاحساس انه لابد الواحد يسعى الى شكل ثاني ويحاول انه يقدم شكل ثاني بامكانه انه يقدمه. نعم. حسب اعتقادي انه انا قدمت في المنوعات اللي كنت اقدر اقدمه. نعم. الجديد ممكن اقدمه انا بعد ما اوقف شويه في المنوعات، اريح في مجال اخر، ممكن بعدها ارجع مره ثانيه اقدم منوعات بشكل افضل وبتقنيه افضل. نعم، تسمح لي اذكر طبعا من بعض من البرامج اللي اخرجتها لقاء الخميس، طبعا من الاغاني قلبي معك، سكه سفر، يا شمس، انا منساك، وايضا من البرامج صندوق الاغاني، عيدكم مبارك، مسلسل الناس اجناس، ودلق سهيل. نعم. وعفوا خذ وخل بعد كان مسلسل خذ وخل في فتره ما قبل الغزو. كان من اخراج الاستاذ غافل. احنا ودنا ناخذ فكره عن الاعمال اللي جمعتكم انتم الاثنين مع بعض بما انكم موجودين معنا اليوم. ريت نتكلم عن هذه الاعمال، شلون كان التعامل بينكم ايضا كمخرج وكاتب. والله انا طبعا جمعتني الاستاذ غافل بوليد صدفه، مقابله مثل ما انتم سويتوها كذي، وكان هو مخرج سهره او برنامج، فبالتالي يعني انا كنت متابع لاعماله المنوعات، كان متميز في الاخراج وكان يستخدم الكروما وكذا، فجت ببالي فكره اني انا اعمل عمل جديد، يعني بحيث اني انا اطور نفسي، يعني ما اكتب مثلا عمل وارد اعيد وارد اعيد في نفس الوقت، فطرى على بالي عمل اني انا استغل الكروما اللي كان يستخدمها الاستاذ غافل في الاغاني والمنوعات وكذا، في اوظفها في عمل درامي.
فطرحت عليه فكرة خذ وخل، على اعتبار أن العمل يتميز بالكرومة من ناحية الإخراج وبالفنتازيا من ناحيتي أنا ككاتب، يعني عشان الجمهور مثلا يعرف شنو معنى الفنتازيا. الفنتازيا اللي هي الشيء لا معقول أو الشيء اللي أنت تتخيله وصعب حدوث أنه يحدث يعني في الواقع، يعني أنك أنت تكون بهذا الحجم وفجأة أنا أسويك بحجم 3 سنتي مثلا، هذا شيء غير واقعي يعني غير موجود. فلقيت الأستاذ غافل أنه عنده المقدرة، وهو أول مخرجين منوعات اللي استخدموا الكرومة، فعرضت عليه فكرة مسلسل خذ وخل، وحاولت أني أنا أختطفه، وقدرت أني أختطفه منكم من المنوعات، رغم أنه قدمه سهرة قبل ما أنا أتعاون معه، سهرة يمكن هو لحق يعني يذكرها أنا ما أذكرها، لكن خذ وخل كان عمل مولف توليفة كاملة ما بين الدراما وما بين المنوعات، كان تشمل أغاني، يعني على ذكر حلقة روميو جولييت اللي غنى فيها داود مع انتصار قلبي من حبك تشلخ، كان ملحنها الأخ عبد الله رويشد، فمن هني انطلقنا أنا معه. لكن اللي احنا نعرفه انك انت من 1970 تكتب بالإذاعة. نعم. اتجهت الى التلفزيون بعد مدة طويلة 1983. انا اعتبرها يعني الإذاعة الام اللي انا تكونت في رحمها. اذا كان الجنين يتكون 9 اشهر فانا تكونت في الإذاعة حوالي 13 سنة. عرفت حرفية الحوار، لأن الإذاعة بحد ذاتها تعتمد على الحوار. كيف تقدر أنك أنت تخلي المستمع وهو يسمع يتخيل الحدث ويشوفهم مجرد أنه يسمعهم؟ فمن بعدها انتقلت للتلفزيون، طبعا كان الكلام هذا في الثمانينات. طيب نذكر بعض من المسلسلات أو الأعمال اللي قدمتها بالإذاعة، هذيلا طبعا كلهم أغلبيتهم تلفزيون. إذا انت يعني شلون قصدك شغله بيت المسلسلات اللي تقدمتهم بالإذاعة أو كتبتهم؟ أنا القي وسبيكه كان تلفزيون وحولته إذاعة. أيوة. يعني بعد ما طرحت فكرته على أختي مطلال سعد عبد الله عجبت فيه الفكرة غير فكرة الإذاعة. تعرف خط الإذاعة ياخذ 30 حلقة، وبالتالي يعني التلفزيون يختلف عن الإذاعة، فلازم أنا ما أنقل حرفيا ما كتبته في الإذاعة إلى التلفزيون. نعم. حارس العمارة على ما أظن عمل من تأليفك، ولا اللي هو في الناس الجناس؟ في الناس الجناس. مجموعة أنماط للشخصيات. نعم. خلناكم موضوع شوية تسخونة بما أن احنا على الهواء وكذي، فعشان الموضوع احنا في القي وسبيكه، وخلنا نقول يعني صالح شوية يطر معانا، حياك الله وسمعنا بسعر، تفضل. فأستاذ مبارك، هذا أول شيء أنا سعيد نلتقي فيك، أنت الأستاذ المخرج غالي الفاضل. عطاي رقيو سبيتشا، يقال أن رقيو سبيتشا كان كتبت حضرتك أنت 15 حلقة، وسعاد عبد الله في ناتش بيت سعد عبد الله شالت الزيادات منه وخلت 7 حلقات. ممكن يكون رقيو سبيتشا هو العمل الوحيد لك اللي ترك بصمة، يعني من وجهة نظري يعني، فما في أعمال تمت فيما بعد غير رقيو سبيتشا كعصايد دراما تلفزيونية، يعني بما ان احنا قاعد نتناول الحين رقي وسبيكه. احنا لو جينا اخذنا رقي وسبيكه كعمل، عمل كان سباعيه، يعني خير الكلام ما قل ودل. السباعيه دائما يعني بتعطيك مضمون لثلاثين حلقه او 100 حلقه، فاحنا اخذنا زبده ال 15 حلقه وولفناها وعملناها في سباعيه. كان بالامكان ان احنا نعملها 15، ولكن أنا وأختي أم طلال سعد عبد الله ما كنا يعني متوقعين أو متصورين هذا النجاح في سباعية، فخفنا في البداية في أن تكون 15 حلقة فيها مط، فيها يعني شيء خارج. فمثل اللي يعني جمعنا الخلاصة من 15 ما تنبتر الفكرة، يعني لما من أكثر من 15 لا وتسويها 7 حلقات، يعني
لا هي الفكرة هي ثابتة، الفكرة ثابتة، خط الدرامي ماشيين فيه احنا. بدال ما احنا مثلا يعني نمشي كيلوين ثلاثة، خلنا نمشي كيلو، في نفس الوقت احنا عطينا نفسنا يعني الراحة اللي بحيث نقدم اللي هو اللي احنا مقتنعين فيه بان هذا للمشاهد. لو مطينا فيه او لو خليناه زيادة ما كان راح ينجح. عشان كذي انا بقيت قلت هالكلام عشان بسأل المخرج غافي فاضل، احيانا بعض المسلسلات يمكن احنا يمكن من ثاني حلقة ثالث حلقة نعرف قصة المسلسل، فليش هل عدد الكبير من الحلقات طالما انه ممكن اختصارها؟ هذه حقيقة قضية المسلسلات العربية بشكل عام. نعم. يعني لو تشوفين المسلسل العربي ما في، لا يعتمد على الحدث، يعني يعتمد على الحوار. لو تشوفين يمكن بين فترة وفترة يطلع لنا عمل يكون يعتمد على الحدث. العمل درامي اساس الحدث، الفعل. الاعمال العربية ما فيها فعل، فيها يعني قعداتنا هذه احنا قاعدين نسولف الان. انت شوفي اي مسلسل عربي مشاهد عبارة عن ناس تقول تقول الفعل انه محمد طق فلان وعبد الله سوى كذي و لكن ما نشوف الفعل. نعم. وطالما كان العمل يعتمد على الحوار لابد انه يطول. نعم. قضية ثانية، قضية احنا عندنا طبعا الانتاج العربي كعملية توزيع ما يعطي ذيك المردود المادي في انه المنتج يسترد ما يدفع، لأن المنتج تاجر. نعم. وبالتالي لما يدفع لازم يسترد أمواله. نعم. فبدال ما تكون حسبتها 20 حلقة نفترض 20 ساعة تجيب له 1000 دينار، فيبقى 40 ساعة أفضل أنه يجيب 2000 دينار. عملية صارت تجارية. بس هني جهد المخرج ما رأي، يعني لما يكون جهده متميز هني لما يصير 40 ساعة مثل ما قلت ما راح يضيع؟ أكيد يضيع، أكيد يضيع. وإحنا يمكن مرينا، يعني أنا واحد أنا من الناس اللي مريت بتجربة مثل هذه، يعني أنه نعم. المنتج يطلب مني النصوص تيني مثلا 20 حلقة يقول معلش يا أبو وليد أنا نبي نسويها 30 حلقة. ونكون صريحين جدا، إحنا لازم نشتغل والمنتج لازم يشتغل، خاصة إحنا بالكويت يعني أو بالخليج، لأنه إمكانية التوزيع هني ضعيفة جدا. يعني بالكاد المنتج هني يسترد، إذا كنت تكلمت أنا طبعا في الأول تحكي عن إنتاج العربي المصري، لكن إحنا في الخليج لما نشتغل أربع أو خمس محطات هي اللي أنت توزع عندها. نعم. يعني لو فرضنا إنه الأعمال الخليجية هذه توزع في الدول العربية الثانية يبقى في مردود مادي أفضل بالنسبة للمنتج، وبالتالي يسأل المنتج إنه يقدم عمل تقبل فيه المحطات. لكن الأربع خمس محطات اللي عندنا تقبل كل العمل للأسف. نعم. ما في مقاييس لأي عمل يقدم. نعم. المقاييس مفقودة، أي عمل يقدم وخاصة في رمضان سو أي شيء يعرض ويقبل، وهذه مصيبة. يعني هذه حقيقة مصيبة على الكل، يعني على المخرج على الفنان على الفني على 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 كله، لأنه الصورة هنا تهتز تماما. يعني وبالتالي واحد يكون حريص إنه يقدم عمل أفضل من كذي، لكن لازم تشتغل. يعني نرجع للقضية إنه أنت لازم تشتغل. يعني أنا في فترة من الفترات لقيت نفسي ما أشتغل، قاعد بطالي، لأنه كنت أبحث مثل ما يقولون مثالي وايد، النص هذا ما في فعل، النص هذا ما في دراما، النص هذا مش عارف ايش، شلون احول 15 حلقه هذه تصير 30 حلقه، وبالتالي نفسي لقيت نفسي قاعد بطالي ما حد بيتعامل معي. اضطريت انك تخرج عمل انت لازم ما انت مقتنع فيه. بالضبط هذا اللي قاعد يحصل، يعني نشتغل. نعم. اعمال ما احنا مقتنعين فيها لكن لازم تشتغلها. نعم. والمنتج ايضا، يعني حتى ما نلوم احنا المنتج ايضا لازم يشتغل، اذا حب انه يشتغل لازم يشتغل بهذه الطريقه. نعم. طبعا في بعض المنتجين، احنا ما نقول الكل وما نظلم الكل، في بعض المنتجين يحاولون يقدمون عمل جيد بمواصفات جيده، وبالتالي مردوده يكون قليل، بس هو يكون مقتنع انه قدم شيء جيد، عمل جيد. نعم. ما ادري حكيم، في البدايه ارحب فيكم، وصراحه شرف واحد يقعد امام حكيم. يا ليت بشوي تدني من الميكروفون. سواء مخرج درامي وايضا كاتب درامي. بدايه يمكن الموضوع اخذ جانب ثاني، انا ودي ارجع لجانب معين. غافل فاضل مخرج في المنوعات، اشتغل في عدد من البرامج الناجحه واللي لا زالت مستمره، بعد التقاعد اتجه للدراما. وين غافل فاضل ايام التلفزيون؟ ليش ما في غافل فاضل يشتغل دراما ايام التلفزيون؟ هل السبب هو غافل فاضل
ولا السبب التلفزيون ولا السبب انه ما كان في دراما؟ هو يعني نقدر نقول في سببين، جزء منه انا طبعا قلت لك انه حبيت انا اني اغير المجال اللي انا كنت شغال فيه. هني طبعا راح ندخل في 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 قضيه العمل المنوع. يعني لما انا اشتغلت في المنوعات في التلفزيون، لانه الجهه الوحيده اللي تقدر تخلق منوعات التلفزيون، ما في شركه خاصه تقدر تنتج منوعات، لانه منوعات تكاليفها باهظه. فاي منتج انت شوف انت، ما في عمل يعني ما في شركه تنتج منوعات، الكل يسعى للدراما، لانه تخيل انت دراما هذه كل تكاليفها لو بغينا نسوي كمقياس نفترض نسوي 15 حلقه دراما قدامها 15 حلقه منوعات حقيقيه، يعني منوعات حقيقيه يعني عفوا. طبعا ما اضرب عن البرنامج هذا مقياس، بس اقول كمثال. احنا قاعدين الان لقاء، ناس تقول ممكن بعد ما نتحكى بشويه شوت لقطه من اغنيه، بعد ما يقول مبارك شوت من عمل له، وبالتالي انتهت هذه السهره. هذه مو منوعات، هاي يسمونها التوكينج شو يعني بالمصطلح مالها، وهاي تكاليفها معروفه. الفرايتي شو هي اللي تكلف، البرامج المنوعه الثقيله اللي احنا نشوفها، الاستعراضات والشغلات يعني اللي نشوف في الاعمال الغربيه، هاي تكلف. هذه لو حطينا مقياس عمل درامي مثل ما قلت لك، ساعه دراميه مقابل ساعه منوعه من الفرايتي شو، هذه ثق انه الساعه هذه 4-5 اضعاف تكلفه الساعه الدراميه لو جبت اكبر نجوم فيها كمقاييس. فبالتالي انا لما اشتغلت في المنوعات ايام التلفزيون، لانه ما كنت اقدر اشتغل برا كانتاج خاص عمل منوع، منتج ما عنده قدره انه ينتج عمل منوع مثل ما كنا احنا طبعا وقتها بامكانياتنا وقدراتنا واللي كان متوفر. بعد التقاعد لقيت نفسي كمنوعات مو موجود في السوق، ماكو حد يبي مخرج منوعات. فترة من الفترات غافل فاضل كان يخرج الكثير من الأغاني، الفيديو كليب أو في فترتها طبعا الأغاني، أنا خلينا نتكلم بشكل عام الأغاني. هل غافل فاضل بعد فترة كرر نفسه بحيث أنه ابتعد عن الأغاني وعاد مرة أخرى ليقدم دراما في نفس الفترة، فترة بعد التقاعد؟ وأنا هذا اللي قلت لك إياه، نعم. أنه أنا في جزء مني أنا يعني أنا شفت نفسي أنه يعني خلاص، عارف يعني الواحد كثر ما يشتغل يلقى نفسه انه وصل لمرحله ما قاعد يقدم فيها شيء من اللي سواه احسن من اللي سواه، وايضا في ظل طبعا الامكانيات اللي كانت متوفره وقتها. يعني الان يمكن تكنيكس تغيرت، الشغلات تغيرت، في مجال انك انت تشتغل بشكل اخر بشكل مختلف. وقتها لما انا تقاعدت كنا في نفس امكانياتنا نفس التكنيكس مالتنا، شفت انه ما في شيء جديد انا راح اقوله، والدليل انه انا بيني وبين يعني عملت اغاني كثيره ماني مقتنع فيها، لكن هذه ارزاق ما يتدخل فيها اي انسان. طيب انا ودي اسال ابو محمد ايضا الحقيقه، يعني هل صحيح ان كل ما كتبه مبارك الحشاش معاناه شخصيه، معاناه يعني كان يعيشها، هل اخذ من الواقع فعلا، ولا ان كل الكتابات اللي كنت تكتبها يعني مجرد من الخيال مثلا، نسج من الخيال؟ والله انا عن نفسي انا اشوف يعني انت هو سؤال يعني محرج، لاني اخاف اجاوب عليه، وبالتالي انا يعني استمراريتي ككاتب راح تتعثر، لان انا هذا اعتبره سر من اسراري، اللي شلون انا اقدر احصل على ماده واحولها الى دراما. عفوا انا سؤالك شويه راح عن بالي، بس لان عندك كل مسلسلاتك يعني شغلات انت معايش هي من الواقع. طبعا انا من المدرسه الواقعيه، مؤمن فيها ايمان يعني راسخ، لان اذا تبي تخاطب المشاهد او المتفرج في المسرح لازم تخاطبه بواقعيه بصدق. يعني اذكر الله يرحمه الاستاذ صلاح ابو سيف، اخرج فيلم بدايه ونهايه، فذكر قال انا يعني اذا كنت ابي احط الجزار واخلي لحمه، واللحمه هذه عباره عن جبس،
وملفوفة بقماش والمتفرج يشوفها إنه يقول هذا خروف يعني. لكن أنا ألقي هذه الناحية وأجيب ذبيحة مذبوحة وأقطع فيها قدام المتفرج والمشاهد بحيث إن أنا أحسسه بأن هذا الشيء لحم حقيقي. نعم. هي هذه الواقعية. أنا أعمالي دائما أخذها مستمدة من يعني معاناتي الشخصية بالدرجة الأولى. بالدرجة الأولى يعني معظم أعمالي هي معاناتي أنا الشخصية، مو معاناة أسرية، ولكن هي معاناة قد تكون وسط المجتمع. يعني قد أواجه أنا مسؤول في معاملة يسيء لي، قد أواجه أنا مسؤول يرحب فيني، قد أروح في مكان ألاقي مثلا حادث أشوف يعني ردود فعل الناس. الأغلبية العظمى اللي أنا أرتاح لهم اللي هم البسطاء، اللي هو الحارس أحب أقعد معاه، غسال السيارات أحب أقعد معاه، أي مهنة بسيطة. حتى يعني كرمكم الله الزبالة، هو الزبالة هي فضلات يعني يجمعها عشان نتخلص منها، أحب أقعد معها. علشان كذي قلت إنك ما تحب تخالط الأغنياء تخاف تموت، وتحب تخالط الفقراء علشان تبتلي. لا لا بالعكس، الأغنياء الأغنياء لو خالطتهم أنا بالعكس راح أصير مليونير وبطل كتابة. هي أيضا مداخلة، يمكن أنا برجع إلى مقدمة أختنا سهام في الحلقة هذه، يمكن قالت ان ضيوفنا اليوم طبعا شهرتهم تجاوزت حدود دولة الكويت وتعدت الحدود هذه الى طبعا حدود خارجية سواء في الوطن العربي. ايضا تعقيب على كلام الاخ مبارك ان تنبأ في المستقبل. الان السؤال المطروح، الدراما المحلية او الدراما اللي نشوفها احنا الكويتية غرقت في محليتها، ما نشوف يعني ممكن ان الكاتب الدرامي يتنبأ فيما هو في الكويت، لكن درامتنا صارت في حدود دولة الكويت، ما طلعت برا دولة الكويت على غرار المسلسل المصري مثلا، المسلسل السوري نشوف. يعني ممكن نقول ان الدراما الكويتية مطلوبة عربيا؟ ليش ما نشوف الدراما الكويتية عربيا؟ ليش؟ انا اعتقد عفوا ان ايضا الكاتب عندنا خلاص محصور في زاوية حدود المجتمع الكويتي، ليش ما تكون في افق ابعد؟ اولا انا احب اقول كلمه ان الكاتب الدرامي في التلفزيون والجهاز التلفزيون جهاز حساس جدا غير المسرح، لا قيود ومطوق بقيود. انا بالتالي ككاتب لما ابي اطرح اي قضيه غير قادر على اني اطرحها، لان سياسه التلفزيون الاعلاميه لا تسمح لي بأني أنا أطرح موضوع من هالنوع، فبالتالي أتم أنا متقوقع في مكاني. أستاذ مبارك، حتى لو كان اجتماعي ممكن تطرحه بحدود أنه يمس حتى المواطن اللي مثلاً العربي في أي بقعة من بقاع الدول العربية. طيب أخوي عبد الحكيم، أنا بعطيك مثال. نعم. إحنا جاتنا تنبيهات من وزارة الخارجية وقالت عدم المساس بالجاليات المتواجدة بالكويت في أعمالكم الدرامية، إيش رأيك؟ يعني هل في مواضيع معينة مثلا تطرح عليكم تكتبون فيها؟ يعني أنا الآن أنا بلد مفتوح وعندي نسبة من الجاليات أكثر من الكويتيين، خلنا نكون واقعين، هذا الصح. نعم. طيب هذولا ما يشكلون عمل درامي لي أنا ككاتب؟ يشكلون. أنا لما أي أعالج الخدامة ممنوع، أنا لما أعالج السائق في البيت ممنوع. يعني في مواضيع معينة أنتم محظور عليكم؟ محظور علينا رقابيا من جهات رسمية عليا، مو رقيبي يقرأ معاي يقعد معاي، أنا أقدر أناقشه وأقنعه. نعم. لكن ممنوع علي أني أنا ما أقدر أتطرق. أنا عندي في الكويت هني الوطن العربي كله، داخل الكويت موجود الوطن العربي كله، بالتالي أنا لما أي أتكلم ودخل أي جنسية أخرى مع يعني العائلة الأسرة الكويتية أو الفرد الكويتي وأطلع نصاب، يقول لك أطلع نصاب، أطلع مدري شنو، يقول لك أطلع كذا، أطلع ملاك. نعم. مداخلة يعني إحنا مثل ما يقول فلنكن واقعيين. يعني يمكن نقول كلام شوية كبير قوي مثل ما يقولون،
يعني انا اضرب لك مثال بسيط جدا. نعم. احنا لو عملنا اي عمل درامي وتحكينا فيه عن قضيه الكويت الاساسيه الاسر او الغزو لا يعرض في بعض المحطات الخليجيه تمنع، يعني هذا من قياس انا اضرب لك عشان شو نقول خلنا واقعيين يعني. فليش يخلي المنتج يجازف ويسوي عمل اربع محطات من خمسه ما يقبلونه؟ هل معناته انه يعني حتى هذه القضيه ما راح يحاول انه هو يعرضها او انه هو هذا يعرضها بالكويت بس، والكويت احنا عارفين قضيتنا. ما في داعي انا اعطيك مثال يعني طبعا. في حساسيه عربيه انتم عارفينها مثل ما قلنا، راح ندخل في كلام وايد غير. نعم. في حساسيه عربيه ضد وايد من كثير من القضايا مثل ما قلت قضيتنا احنا، كثير من المحطات ترفض ان احنا يعني انا اخر عمل اللي سوينا العام شو اسمه بقلبين كان خط من خيوط الغزو، اضطرينا انه احنا نلغي الخط هذا تماما. في الناس جناس حطينا حلقة. عفوا استاذ مبارك، ليش ما احنا نشوف ان مثل ما انا امسك الريموت كنترول وافر على اي محطة عربية، نلزم من خلال اعمالنا اي مواطن عربي في اي بقعة من الوطن العربي انه يشوف اعمالنا عن طريق الريموت كنترول؟ ايه. اذا احنا نقدم العمل اللي احنا نبي نقوله، اللي هو فكرنا، اللي هي قضيتنا الاساسية. ايه. وبالتالي المواطن العربي عندما يرى عمل جيد على مستوى مضطر انه يفر الريموت يطالع قناه الكويتيه. انا معك، من يتحمل هذا؟ من اللي يعطيني المنتج عنده استعداد يسوي لك هذا العمل؟ جيب لي انت اوكي وانا اوكي. من يقوم بهذا العمل؟ تلفزيون الكويت. ليش النظره صارت ماديه؟ لا مو نظره ماديه طبعا، يعني هو الوقت يبي كذي، يعني المنتج تاجر، المنتج تاجر يعني ما عنده استعداد يحط له 150 الف دينار عشان يرجع له 20 الف. استاذ غافل، بالنسبه للاخراج في التلفزيون، اول شيء مين كان معك من دفعتك يعني من المخرجين؟ هل منهم لا زال موجود ولا ايضا تقاعدوا؟ والله لا كثير تقاعدوا. مثل منو؟ شيء يبنوا تقاعدنا خلاص. مثل يعني كان معنا الاستاذ عبد الله تقي، الاستاذ فيصل الضاحي، الاستاذ بدر بوسلي، وايد والله يعني كان مجموعه. طبعا ما زال الاستاذ حافظ عبد الرزاق موجود لكن ما يشتغل عنه. بعيد عن الاخراج. بعيد عن الاخراج. نعم. عزيز امين الحاج. كثير والله يعني كانوا. كنتوا تخرجون يعني نقدر نقول كل يعني اغلب البرامج، مباريات، اخبار تقريبا. إيه. لكن الحين خلينا نقدر نقول ان المخرج له تخصص. نعم. فايش رايك؟ هو افضل طبعا. هو اكيد انه يعني كل انسان تلقين عنده ملكه او موهبه في ناحيه معينه. نعم. لما نعطيه القدره انه هو فعلا يشتغل في الاتجاه اللي هو يحبه اكيد راح يبدع ويكون شغله افضل منه، يكون مشتت روحه يعني. في هنا عندنا زملاء كثير. نعم. لكن ما تلقى في مكان، وبالتالي لا هو محقق طموحه ولا هو قادر يكون يعني يكون اسم يعني. نعم. على الاقل يعني في مثلا نلقى مخرج مسرحي، مخرج اذاعي، مخرج تلفزيوني، كاتب اغاني، ملحن، و و وفي كل هذول ما تلقى انت. لانه شابك الكل سبع صنايع والبغض يعني ما في شيء. نعم. فبالتالي طبعا اتجاه انه المخرج او اي فن او اي عمل يعني يصير في اتجاه واحد ويبذل فيه الجهد ويتعلم منه ويقرا عنه يكتسب خبرات اكثر في الاتجاه هذا راح يكون اكيد افضل له. كاتب وعايش الدور ومثل ما قلت تحب الواقعيه، ليش ما قمت انت بالتمثيل او مارست هذا الدور؟ في فترة الستينات أواخر الستينات 69 لما انتسبت المسرح الشعبي، كنا أنا ومجموعة منهم الأخ العزيز عبد الله فليح، كان معانا الأخ حمد فرح، كانوا معانا مجموعة شلة، سوينا أول فرقة أهلية خاصة. يعني الآن المسارح الخاصة اللي طلعت الآن احنا سباقين، ويشهد هذا الرجل كاهو موجود. كانت هي أول فرقة شكلت في هذاك الوقت عن طريق الشؤون، عن طريق وزارة الشؤون. ايه. وتم فيها تصريح رسمي. نعم. وهي كانت أول فرقة خاصة. هذه الفرقة دخلت أنا كممثل ومثلت فيها، ومن بعدها طبعا عرضنا مسرحية يأجوج ومأجوج، وكان بوقتها انا ماخذ دور الشايب.
العجوز المتصابي ولقيت استحسان من الجمهور وعلى رأسهم أستاذنا الكبير منصور المنصور أبو عبد الله. كان يبيني أروح المسرح خليج أيام الله يرحمه الراحل الصقر شو. أنا يعني شوف التزامن أو التضارب بالحظ، أنا رحت المسرح الشعبي ليش؟ لأن أنا كنت أحب أداء الله يرحمه عبد العزيز المسعود بدور الشايب، أحب أداء إبراهيم الصلال، فقلت خل أروح المسرح الشعبي، هي خيبة بالنسبة لي خيبة، بس بعدين جابت لي ربح أو نجحتني أو طلعتني ككاتب، تحولت صار يعني عكس، دخلت عندهم كممثل وطلعت من عندهم كاتب. لما رحت هناك ما في مجال، لما رحت هناك للمسرح وانتسبت ما في مجال أمثل يعني مثل دور الشايب، والله يرحمه عبد العزيز مسعود خير من يجيد، إبراهيم صلال خير من يجيد، يعني فطاحلة وأنا بينهم ضايع، فبالتالي طلعت منهم وأنا كاتب، دخلت اللجنة الثقافية وكوت مسرحية اسمها ثور عيدة، كانت بطولة الله يرحمه عبد العزيز مسعود، وبعدين عديت مسرحية العمارة 20. نسيت التمثيل راشد، نسيت خلاص، دخلت الحين اللي دخلني الله يرحمه عبد الرحمن الضويحي أستاذي والأب الروحي لي. نعم. هذا الأستاذ له فضل علي كبير في أنه حولني إلى كاتب. نعم. نعم. وزيادة الخير خيرين، لما تكون أنت ممثل وتكتب أفضل من لما تكون أنت كاتب وتبي تمثل. لما تكون أنت أنت ممثل وتكتب تحس بإحساس الممثل. لكن لما أتي أنت يعني ككاتب وتبي تمثل ما يصير. فهذا سبب يمكن استمراريتي يعني. أستاذ غافل، إحنا هني بسهرتنا ليلة سهرة جوهر الجويهل وسليمان الخرازي، يمكن يعني على أساس حرص العمل فتكون نقدر نقول بلهجتنا يصير بلوية وبربشة، نشوف ابتسامتهم عقب ما ينتهي العمل، الحمد لله كل شيء أوكي ماشي. لكن بالنسبة لك أنت يعني اللي معروف عنك يعني أنك سعي السدر، حتى ترى ما سعيين سدر عشان يزعلون، وضحكتك يعني عالية، ومن نوع اللي يمكن وقت العمل تشرب قهوة وايد، ففي مواصفات معينة حق المخرج على أساس أنه هو يقدر يضبط العمل وفعلا يطلع فيه يوصل فيه إلى بر الأمان. شوف أختي، يعني للأسف مفهوم المخرج إحنا عندنا ضايع. نعم. أو البعض يعتقد أن المخرج لازم يصرخ ويطامر وعشان يكون مخرج. نعم. وهذا مفهوم غلط. يعني انت لو تروحين امريكا واوروبا وهذا المخرج ما تسمعين له حس اصلا. نعم. يعني اكشن ستوب بس كلمتين نسمعهم. اي ليش ساعات تشوفهم بالتمثيل؟ مو هذا للاسف البعض طبعا على اساس لا الكل يقولون انت قصتنا. نعم. يعتقدون انه البهرجه هذه اللي يسويها تعطي الاحساس بالعظمه بالقوه. نعم. انت المخرج نوع من الكوميديا السخريه. يعني المخرج قائد العمل. ترى كل قضايا الباقية إذا ما يكون قائد جيد لا ينفع يكون مخرج. صحيح. الأساس في المخرج القيادة. نعم. والكثير ما يفقه النقطة هذه، يعتقد مهما وصلت من علم في فن الإخراج وإذا لم تكن قائدا جيدا لا يمكن أنك تكون أنت مخرج. نعم. أنت بإمكانك أنت تعمل كنترول للكاست اللي معاك بالابتسامة وبالضحكة وبالنكتة في وقتها، وبالتالي هو اللي تعامل معاك هذا في نفس اللحظة وقت ما يحس إنه وقت النكتة يعطيك وقت النكتة يضحك معاك، ومن نفسه وقت اللي يحس إنه هذا جد راح يشتغل لك جد. نعم. ماكو داعي أنت صارخ تقول له الآن وقت الجد، هو خلاص تعود وعرف، يعني عمل كنترول من نفسه ومن خلال هذا القائد اللي قدامه. أنت يعني أنا كمخرج لما أتعامل مع هذيلة، لأن أساس عمل الاحترام، ما دام أنت تحترم اللي تعامل معه وتعطي احترامه وقدره لابد هو يحترمك انت. نعم. ليش انا اكسب سهام بصرخه؟ ما اكسبها انا يعني، ممكن هي شويه تروح تصرخ علي مره ثانيه، لكن بابتسامه ممكن هي تبتسمني. نعم. طيب اي عمل من الاعمال اللي انت اخرجتها وحسيت انه يعني لا الابتسامه مشت لا الضحكه مشت لا سعت الصدر ونرفزت غصبا عني؟ ما حصل. ما حصل. يعني انا قلت لك يعني في شغلي ريلاكس
مبتسم يعني قد يعني انا اول واحد يحضر في الاوردر، انا في الشغلي اول واحد قبل الفنيين وقبل الفنانين وقبل الكل اكون ما. فبالتالي الفني اللي يجي يشوف غافل قبله، والفنان اللي يشوف غافل قبله بكره هو راح يقبل غافل، يعني هي كذي. لكن اصارخ وطامر في اللي تعقيب يعني بحكم احتكاكي معاه في خذ وخل، يعني كان داود حسين وانتصار الشراح المجموعة اللي معانا لما يشوفونه يغني يعرفون انه منرفز، صح ولا لا ابو ولي؟ كان عندي لازمة يغني، يعني شو اسوي؟ عندي لازمة اغنية تضيق الخلق اللي فيه قاعد يغني، يعني اي اغاني ما في داعي لذكر اسمها الان لانها من الموروثات. كانت عندي اغنيه فعلا اغنيه تنكد، يعني اغنيه تنكد اغنيه تنكد يعني اغنيه عبد الحليم في يوم في شهر في سنه تقرا الدموع ومش عارف ايش، فلما يغنونها يعرفون انه انا حمقان يعني، بس قاعد اغنيها يعني انه انا اعبر عن انه انا متضايق بالاغنيه هذه. والله اخ غافل معرفتي معاه سنين طويله من تأسيس التلفزيون الكويت، هو أحد المخرجين اللي لهم بصمات واضحة قد يجوز أن شهادتي تكون مطعونة فيه، لأن له بصمات في المنوعات بالذات يعني. وأنا بعتبر أن غافل فاضل هو المخرج الأول للمنوعات في تلفزيون الكويت. ولكن عندي سؤال بوجهه للأخ فاضل، بعد أن ترك المنوعات ثم أخذ الطريق الدرامي اللي هو التمثيليات والمسلسلات، هل وجدت نفسك غافل فاضل مخرج المنوعات أم مخرج الدراما؟ بصراحة بصراحة أنا يعني تبي صدق الصدق، أنا أحب المنوعات، يعني أنا أتمنى إنه أشتغل على المنوعات، لأنه فعلا المنوعات يعني فيها فيها شغل، يعني عارف يعني اذا بغينا نسوي منوعات في تفعيل للفكر، في تشغيل للفكر. الدراما شوف يعني دراما مهما بلغت قدره المخرج، دراماتنا العربيه دراما ناقصه ما فيها فكر، يعني يمكن احنا درسنا ونبي نطبق التدريس، لا هي حقيقه، يعني احنا درسنا في النقد انه في التفسير، التفسير هذا مو موجود في الدراما العربيه، ما هو شيء اسمه التفسير. المخرج ياخذ النص، السيناريست كاتبه وينفذ كما هو، ما في دور للانسان، يعني ماكو دور لك انت كمخرج انك انت تبدع، انك انت تقول. المنوعات هي تعطيك هذا المجال، المنوعات فقط هي اللي تعطيك هذا المجال انك انت تبدع وتفكر وتشغل. يعني انت تخيل في انك انت تبي تصنع اغنيه خمس دقائق، يعني هذه تاخذ منك اذا بتسويها اغنيه تاخذ منك جهد وفكر ومتعه اكثر من خمس ست حلقات دراما، لان حلقات الدراما شنو؟ النص موجود تحط كادرك، يمكن شويه بعض المخرجين يلعب بالكادر، لو انجل هاي انجل مش عارف ايش السوالف هذه، تراك ليفت رايت، لكن بالتالي تبقى هي ما في تشغيل للموهبه داخل. المنوعات هي الوحيده اللي تعطيك، يا ريت يعني انا اتمنى انه ارجع اشتغل منوعات بس بالشكل اللي انا ابيها، يعني لأن الآن يعني حتى الأغنية ما عادت ذيك الأغنية، يعني أنا ما أسمح لنفسي الآن إني أطلع في أغنية دشش لي خمس ستة يرقصون ويطامرون وأقول هذه أغنية. يقولون إنك ما تبي تصور إيه لا ما هذا يعني أنا أقولش، يعني الأغنية بهذا الشكل، لكن للأسف هذا يعني أنا سويت واحدة أو ثنتين أو ما أذكر ثنتين أو ثلاث سويته من المقياس هذا، سويته للمنتج أبي كذي. أنا بين نفسي أرفض هذا المبدأ، يعني أنا من عندي موديل اللي يعني هي اللي تطلع البنية أو الرجل اللي يطلع في الأغنية لازم يكون له هدف لوجوده، لكن أطلع لي بنية طامر وترقص واستعرضها وهي بعيدة والأغنية جو والكلام جو. يقال أن مبارك الحشاش أيضا له تجارب لكتابة الأغاني على الخفيف، إيش رأيك بالكلام؟ من اللي قال لك؟ يقولون هذا وكالة يقولون. لا هو شوف أنا يعني كل إنسان مثلا لازم ظل أو طيف له
يعني يعطي خلجات نفسه داخل مشاعره وكذا. أنا ما أقول عن نفسي أكتب، ولكن الله يرحمه راشد الخضر يعني كان مشجعني، قال لي مبارك في عندك يعني هفوات وكذا كذا، بس استمر وكذا. لكن أنا في تجربة لي يعني بالإذاعة، رقي وسبيتش الإذاعي، سويت المقدمة كلام ولحن بعد، يعني لحن، يعني شوف مو بس كلام، تحدي كلام يعني حتى لحن. أذكر بعد أيضا كان في عمل ثاني لوزارة التربية وكذا كذا. فهي هذه شغلات خاصة فيني، يعني أقول أنا أكتب شعر مو ما أكتب، وأكتب كلام غنائي، بس مو مجالي هذا، يعني تعبير شيء عن مثلا معاناتي، أمر مثلا مشكلة عاطفية، أمر مشكلة معاناة مثلا اضطهاد، حزن، أو مثلا فراق أو شيء من هالنوع، فأقوم أكتب. ما تكفيك الكتاب يعني كأعمال درامية، هم أيضا تحتاج أن دائما تعبر عن مشاعرك بطريقة الشعر. هو شوف، هو الشعر أجمل منه ما في، يعني أنا كاتب درامي ولكن أحب الشعر، إن الشعر يعني معاناتك أنت، يعني أنت معاناتك كشخص. أنا بالدراما أكتب معاناة الآخرين مو بس معاناتي، لكن لما أكتب أنا مثلا يعني بيتين ثلاثة شيء معاناة شخصية، معاناة شخصية أنا أمر فيها. طيب مع بعض أنتم مثل ما قلت زملاء وصار لكم مدة كذا سنوات، وطالما أنه يعني كاتب مسرحي وقدم العديد من المسرحيات، ما فكرت بوليد أنك تخرج للمسرح إخراج مو إخراج تلفزيوني؟ أنا أخرجت مسرحية واحدة اللي هي اللي اسمها فناتي. فناتي، وقلت بعدها توبة. لأنه حقيقة للأسف، يعني طبعا أنا أقول كلام هذا للأسف، المسرح عندنا صار، ما أقول مسرح كله، نقول أغلبه صار تهليج. يعني أنت كمخرج تلفزيوني أو إذاعي عندك الكنترول الكامل على العمل هذا من بدايته إلى نهايته إلى أن يطلع من المونتاج، أنت اللي تملكه. في المسرح مع الليلة الأولى العرض لا تملك شيء، أي ممثل يطلع ممكن يقول أي كلام، ممكن يقول أي شيء يعجبه، ممكن يغير أي حركة تعجبه، وبالتالي الملام هو المخرج. أنا في فناتق في ليلة العرض الأول، ليلة عرض، شفت ناس تقول كلام غير، وناس تتحرك غير، والناس تطلع كلام تافه، فتبريت أنا حقيقة، أنا ما اتفقت على الكلام. يعني الشهرين اللي احنا كنا نسوي بروفة ما كان كلام هذا موجود، في لما صارت العروض بنت العروض كل واحد قام يتصرف، وبالتالي انت ما تملك القدرة عليه وقتها، يعني على المسرح ولايف على الهواء ما تقدر تتصرف، ما تقدر تحكم شيء تسويه. فقلت لا، يطلع العمل كما اريد انا. أيوة. مو كما يريدون اللي يطلعون. ونوب ومره وهي توبه، هي واحده وبطل. طيب، يمكن قصه من القصص يمكن اللي مرت عليكم اثناء تصوير اغنيه من الاغاني، لازم المخرج يختار يعني بعض الشغلات الاوقات المعينه، فكنتوا وقت غروب الشمس وتنطرون هاللحظه وقعدتوا تسولفون ونسيتوا وراحت عليكم. هالسوالف ما دويت يا ابو شبلان. هذا كان مشهد انه جمال الردان اعتقدي يقابل زوجته وقت الغروب، فانا يعني كنت راس بالي انه ناخذ قرص الشمس كامل مع الافق ويدشون هم الكادر يسوون اثنين في القرص. طبعا اللحظات هذه تجي وتروح بسرعه، يعني اللحظه هذه ثواني اذا ما تنتبه لها تختفي. فاحنا واقفين يعني قعدنا من قبل الغروب ساعة زمان، والجمال ومضبطوني ايه، يعني مجهزين حركتنا وكاميرتنا وقاعدين ننطر الغروب. في عندنا واحد الله يذكره بالخير معروف انه عينه حارة مشهور، يعني عشون احنا ما شفناه، طبعا احنا ذكرناه، بس واحد من ربع قال الله لو ابو فلان هني. وفجأة طبعا
الثواني هذه اللي احنا قلنا يا معود اذكر ربك اذكر اذكر، كانت هذه اختفت، كان الشمس نزلت تحت فطلنا العيد، يعني اعطاها عين وهو بعيد بس بذكره كذي. طيب قبل يعني ايضا ضيوفنا يسالون السؤال اللي بغيت اساله بالنسبه لمرمر زماني، طبعا كان في اسماء كبيره يعني عبد الحسين عبد الرضا نجدة انزور، لكن هذا العمل ليش ما يعني حقق النجاح الكبير؟ والله اختي سهام، مرمر زماني مرمرني انا اول شيء، ايوه بعدين مرمر المجموعه اللي اشتغلت فيه. هو كان اسمه مصلح الكون، انا كتبته 30 حلقه من نص ساعه لمركز دبي للاعمال الفنيه. انا عندي عتب ان هم يعني طبعا انا ما الوم مجلس اداره مركز دبي، ولكن الوم اداره الانتاج لما سلمتهم 30 حلقة وسلموني مستحقاتي، قعد العمل حوالي 3 سنين من 72 الى غايه حوالي 76. نعم. فيو انتجوا وجابوا الاستاذ عبد الحسين وجابوا الاستاذ نجة انزور، ومع هذا للاسف يعني انا اقط اللوم على اداره الانتاج انها ما قالت نجيب الكاتب اللي هو الاب الروحي للعمل، بالتالي احنا اي تعديلات اي شغله هو موجود، يعني مستحيل ان انت بتتكلمين عن نفسك وتي واحدة ثانية تتكلم عنك عن نفسك، ما تصير هذه. فهذه الطامة الكبرى والمصيبة الكبرى. وأنا لما سمعت أنهم قاعدين يصورون العمل توقعت للفشل، لأن أنا ماني موجود فيه، مو غرور، ولكن لكوني أنا تعودت أقعد مع المخرج، ويدري وليد أنا دائما يعني مع المخرج على اتصال دائم. أنا دلوقتي نفس الوقت ايضا مو مكتوب حق نجدة انزور، يعني شوف التناقضات ما بين الكوميديا وما بين التراجيديا المأساوية، في نفس الوقت العمل ما انجز بذاك الانجاز اللي يستحقه. فمن 30 حلقة تلفزيون دبي قدم 23 حلقة، 7 حلقات اختفوا شلون ما ادري. فوقها لما جاء الكويت العمل 10 حلقات، يعني انتم حطوا نفسكم مكاني وشوفوا شلون اني انا بذلت جهد في 30 حلقة ووجدتها 23 في دبي و10 بالكويت، ويمكن بعد لو طوله رايحه من هناك ما ادري كم توصل. هو طبعا يعني تعقيبا على كلام اخوي مبارك، في قضيه تغيب وايد عن اذهان المنتجين، يعني لما نشوف مخرج مبدع استاذ نجدة انزور ما في خلاف عنه، نعم مبدع، لكن وين؟ وهذه النقطه تغيب عن كثير من المنتجين في الكاميرا الواحده، يعني خلل مرمى زماني كان شغل المخرج للاسف، يعني طبعا لانه نجدة انزور يبحث عن التكوين في الكادر، وهذا لا يتحقق الا بالكاميرا الواحده، يكون كادرك عند يمكن تشوفون اعماله استاذ ما عليه يعني الكلام. لما هي نجت انزور بشوت في كاميرتين او 3 ما يقدر يكون الكادر اللي يبيه، هذه نقطه يعني من اللي تحسب عليه ما يقدر يشتغل بكاميرتين او 3 لانه هني ما في مجال لتكوين الكادر، لانه هني عنده خطوط اللي احنا نسميها الخط الكروس لاين و يعني الكاميرا الواحده تحط كاميرتك وين ما تبي، ما في شيء يكسرها ابدا يعني الا كل شموليه يعني، وهذه تكون نادره يعني. هذه كانت سقطة من السقطات. نجدة انزور في البحث عن الكادر نسى انه هذا عمل كوميدي. ومنو فيه؟ الاستاذ حسين عبد الرضا. الاستاذ حسين عبد الرضا مو مال تكوين كادر، مو يعني لا يعني قصدي شنو، مو لا يفهم قصدي انه يعني الاستاذ حسين عبد الرضا من النوع اللي يقول في وقت الشوتينج. يعني ممكن هو شوت يقول افيه مثل ما هو في المسرح. وبالتالي انت لما تحدد بكادر مرسوم ما يتحقق هذا حق عبد الحسين، كله زوم اوت، يبي زوم اوت، لازم تعطيه مجاله انه هو في لحظه معينه عبد الحسين يسوي حركه مو ما تشوف، هو فنان كذي، نعم. يعني موهبه من رب العالمين كذي، في لحظه معينه يسوي لك افيه معين حركه معينه مو مال ميديوم شوت،
شو سوى ما ادري شو سوى عبد الحسين. فهني اختلط الامر على استاذنا لجنه انزور من الاساس، هو ما كان لازم يشتغل هالعمل. يلا عندك تفضل. حكيم غفوة. طبعا بشكل معارضة سؤالي في موجه للاثنين. الآن نجد أن كتاب الدراما عجزوا عن مواكبة الكتابة السينمائية في الكويت، عن أن يكتب كتابة سينمائية، في حين ان احنا ايضا هذا الحكي بالنسبه للاخراج ايضا، في حين ان احنا كبلد نملك من المقومات اللي تساعدنا حقيقه ان احنا نشكل او نسوي صناعه سينمائيه في الكويت اسوه بدول كثيره نشوفها ربما تكون هي اقل امكانيات منا. اذا الخلل هل يكمن في كاتب ام في مخرج، ام أن الكاتب والمخرج ما عندهم ثقة في وجود ممثلين قادرين على أن تكون عندنا صناعة سينمائية؟ أنا إذا يسمح لي أخوي أبو وليد أرد باختصار مفيد. صناعة السينما عندنا بالكويت من أسهل ما يمكن، يعني تبني عمارة تنتج فيلم. أنا أقولها لك ممتاز الصراحة. شلون يعني تبني عمارة؟ يعني أنت عندك فلوس وعندك أرض وتبني عمارة، بهذه الفلوس تقدر تنتج فيلم. ولكن اللي موجودين عندنا الآن يعني غير مقتنعين بشيء اسمه سينما. ثاني شيء، أنا إذا أنا بنتج ككاتب أو إذا وليد كمخرج بينتج أو أنت حضرتك مثلاً كمنتج ونبتعد عنك كمذيع، محتاج إلى مادة يعني إلى فلوس، يعني مبلغ مو شوية زين. بالتالي أنت لما تنتج هذا العمل وتصرف عليه فلوس راح تلقى مردود مادي. احنا ما احنا لاقيين منو اللي يصرف على ان احنا نكتب. انا كاتب عمل عن الغزو ولا زال، وقدمته حق المخرج تيسير قوادري اللي الان عمل فيلم عبد الناصر واكتشف شخص يشبهه. قعدت معه بالفندق حوالي 4-5 ساعات وقرا النص من قبل، وعن طريق معالي الشيخ سعود ناصر صباحا ايامها كان وزير الاعلام، فقرا النص واعجب فيه. نص رومانسي، نص رومانسي، يعني انا اعطيك مشهد انت نفسك الان راح تقتنع انه فعلا هذا العمل رومانسي رغم انه غزو. يعني واحد واحده كان معاها بالعمل على وشك الخطوبه وفي اثناء الغزو اثنينهم دخلوا في خليه من خلايا المقاومه واصيبت وماتت، ومنو اللي عنده استعداد يروح يدفنها بالمقبره؟ فهو هذا الانسان اللي يحبها قال انا اقعدها، فقعدها ولبسها العباد وحطها يمها بالسياره، وتجاوز كذا نقطه تفتيش سيطره الى ان وصل في النهايه انه اقتحم واطلق عليه النار وراح دفنها، وبالتالي تم القبض عليه داخل المقبره. هذا العمل ما شاف النور. لان ليش؟ لان ما في امكانيات ماديه. انا لو عندي 150 الف دينار انتج هذا العمل، ما اقول لك 50 الف، لو عندي 150 الف دينار انتج هذا العمل. فاين الانسان او اين الجهه اللي تقدر تمولني او تقدر تتبنى هذا العمل؟ وعمل يحكي 7 شهور كامله بحذافيره. وليد، والله اذا نتكلم عن قضيه السينما يعني يمكن انا رايي مخالف لكثير من الناس. احنا اصلا ما عندنا صناعه سينما في الاساس عشان يكون عندنا سينما. احنا عندنا محاولات سينمائيه، يمكن نذكر محاوله استاذ خالد الصديق، محاوله استاذ هاشم محمد عشان محاولات سينمائيه، لانه كان عندنا في وزاره الاعلام قسم للسينما كان ممكن هذا نشتغل فيه. مو صناعه، شلون اسوي لي سهره دراما انا اسوي لي فيلم؟ وبالتالي احنا ما عندنا في الاصل مثل ما قلت صناعه سينما
عشان نقول ليش ما عندنا فيلم او ليش ما نكتب او ليش ما عندنا مخرج سينمائي او 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 مثل ما قال مبارك طبعا اذا اردنا ان ننشئ صناعه سينما هني مثل اي تاجر يحط راس مال لازم في طبعا تكلفه السينما معروفه مختلفه تماما. يمكن الكثير يقول لك الان احنا نشتغل بكاميرا واحده هذه سينما، لا، السينما لها متعتها ولها شغلها ولها نوعيه المواد اللي انت تتعامل فيها مختلفه تماما، الماده الفيلميه مختلفه، مونتاجها مختلف، وقضايا كثيره وتكلفتها ايضا اكثر من الشغل التلفزيوني. فيا ريت واحد بدل ما يبني عماره عند قاع 2000-3000 متر يبني فيها معمل سينما، عشان والاستديوهات متوفره مو مشكله، يعني تصور ببيوت بشوارع. تسمح لي اختصام بس اذا ممكن، احنا العاده مثل ما تعودنا دائما نختم حلقتنا بتحيتكم، لكن ودنا الاخ مدام وجود فرصه يعني الاخ صالح ويانا ومتخصص في المعهد وعارس ودارس الامور هذه، شو يقول شو يوجه لضيوفنا اخر كلمتين بتقولهم للاخ وليد والاخ محمد؟ والله ما ادري انا اللي هم كفوا ووفوا يعني يعطيهم العافيه وما قصروا يعني تناولوا جميع الاتجاهات سواء سينما دراما مسرح حتى الاذاعه يعني. انا اتمنى انهم الفنانين يعني يحطون ايديهم بيد بعض يقدمون الافضل يعني للمشاهد لترى الساحه الفنيه الكويتيه والعربيه. احنا طبعا سعدنا لقائكم ولو انه يعني مع الكلام الصحفيين نرفزت انت شويه. انا اي انا من طبعي نرفز ترى على فكره والكوميديا تاتي من النرفزه، هذه يمكن يعني معلومه جديده زين. يعني انا دائما اعالج الحزن عندي بالفرح، فلما اكتب كوميديا كوني يعني واثقه باني انا اعاني معاناه شديده ماساويه حاده يعني مثل وليد يعني اللي حصلنا بالطريق يقول لي زين العاده احنا نشوفهم دعوه على العشاء والسهره عندنا سهره الليله في الاخر يتعشون وهذا احنا رايحين قهوه شعبيه ايش بيعشونا باجله نقي. على العموم احنا نقول اسعدنا لقائكم وشكرا للكاتب مبارك الحشاش في وجودك معنا هذه السهره، وشكرا للاستاذ المخرج غافل الفاضل، شكرا لكم، وايضا شكرا لضيوفنا زميلنا عبد الحكيم السبتي الصحفي حمد حارب فرح عفوا وصحفي صالح شويطر وايضا معانا ابو فراس. اهلا وسهلا فيكم وشكرا لك عزيزي المشاهد، ونتمنى ان شاء الله ان نلتقي في سهرات قادمه. الى اللقاء.